السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بقى مع بعض النهاردة ازاي عاوزين نعمل سيرش جوه الداتابيز بأي حاجة من الأربعة دول بالاي دي، اذا رقم ملف المريض او اسمه او رقم الجوال بتاعه او رقم البطاقة الشخصية بتاعته. فأي حاجة من دي المفروض تطلع لي ناتج جوه الداتا جريد فيو، جدول يطلع لي هنا من الداتابيز ويطلع لي كل المعلومات اللي انا طالباها. الموضوع بسيط جدا. اول حاجه عندنا طبعا احنا زي ما كنا اتفقنا في الحلقات اللي قبل كده، اللي احنا عملنا الديزاين هنا وحطينا هنا داتا جريد فيو، سحبناها من هنا وحطيناها داتا جريد فيو، وعملنا هنا تكست بوكس عشان نحط فيها القيم بتاعتنا، وعملنا هنا تكست بوكس للجوال. بس طبعا تكست بوكس بتاعت الجوال لازم اعمل عليها فاليديشن بحيث ان هو ما يقبلليش غير ارقام بس. وهنا برضو رقم البطاقة الشخصية ورقم ملف المريض. طيب فالمفروض هنا بقى في البوتنز دوت، المفروض عندي في حدث الكليك الايفنت بتاع الكليك يبدأ يطبق لي، هيعمل لي كود. يبقى هروح هنا على الايفنت من هنا ونضغط على حدث الكليك عشان يفتح لي الجزئية اللي هكتب جواها الكود بتاعنا اللي هو المفروض هيعمل اللي جوه الداتا بيز. انا بقى هعمل شرط هنا اف لو تكست بوكس تو جود تكست نوت نال، يعني جواه قيمة. فين تكست بوكس 2 هنا هنشوفه هنا مع بعض. تكست بوكس 2 المفروض شايل لي رقم الجوال بتاع المريض. لو تكست بوكس 2 نوت نال في الحالة ديت بدأ يفتح لي هنا كود عشان يعمل سيرش جوه الداتا بيز ويطلع لي فيه الداتا الموجودة بتاعته بقى. يبقى يوزنج داتا ست، طبعا اتفقنا قبل كده اللي هو برضه في الحلقات اللي قبل كده اتفقنا ان انا عندي كلاس اسمه داتا مانجر، وكنت رفعت لكم اللينك بتاعه وهحطه تاني، بضيفه هنا جوه البروجكت. في مجموعه من المسد بعمل لها كل بقى كل شويه، لان هي بتربط لي الداتا بيز بالشغل بتاعي عشان ما اضطرش اكتب كود اكتر من مره. هنا بقى عملنا كل المسد اللي اسمها جيت داتا ستورد دي من كلاس الداتا مانجر، وهنعمل ستورد جوه الداتا بيز اسمه جيت بيشنت باي موبايل، يطلع لي معلومات البيشنت دوت المريض دوت بالموبايل بتاعه ويحطها لي في جدول سميناه دي دي بالبارامترز المتغير عندي اللي هو الموبايل بي موبايل دي اللي هو موبايل البيشنت من نوع ان باركر، وهتاخد قيمتها من تكست بوكس 2 دوت تكست دوت تو سترينج عشان نحولها من نوع تكست لنوع سترينج. وبدأ يفتح لي هنا برضو بدأ يفتح لي اللي هو متغير اسمه تيبل، وحط فيه كل الداتا اللي رجعها لي من الداتا بيز. هنا بقى وحطيت شرط اف تاني، لو التيبل دوت الرو بتاعته اكبر من الزيرو يعني رجع لي بقيمة، ابدأ بقى حط لي الداتا دي داتا جريد فيو دوت داتا سورس، ياخد قيمة الداتا يحط لي بقى كل الداتا اللي جواه جوه الداتا جريد فيو داتا جريد فيو 1. إلس لو غير كده يبقى يطلع لي مسج بوكس ان رقم الموبايل اللي انت دخلته ده غلط، نو داتا، مفيش داتا فيه، مفيش داتا برقم الموبايل اللي انت مدخله. نفس الشرط بالظبط برده تاني، انا من الشرط تاني الس اف لو بوكس لو تكست بوكس 3 نوت نال، لو هو بقى بيبحث بحاجه تانية اللي هو بالاي دي بتاع البيشنت، يبقى يجيب لي المعلومات البيشنت بالاي دي نمبر وياخد قيمتها من تكست بوكس 3 زي بالظبط اللي احنا كتبناه فوق، بس المره دي هنخلي المتغير بالبيشنت نمبر اي دي بتاعته وياخد بقى من تكست بوكس 3، وبرده لو في داتا رجعها لي يحطها لي جوه الداتا جريد دي بالداتا سورس. إلس يطلع لي برده رساله تانية مسج بوكس دوت شو نو داتا، برده نفس المتغير تاني المره دي بقى بالفايل بتاع المريض اللي هو الاي دي بتاعه رقم ملف المريض، وبياخده من تكست بوكس 4 بيكرر نفس الموضوع بالظبط اللي كتبناه، بنكرره كوبي بيست مع تغيير اسم الستورد اللي عندنا وتغيير المتغير اللي بيطلع منه هنا هو البي اي دي، وبياخده من تكست بوكس 4. الجمله دي الوحيده اللي بنغيرها في كل مره معاه. واعمل نفس الشرط تاني على تكست بوكس 1 اللي هو النيم بقى اسم المريض، وهعمل ستورد جوه الداتا بيز باسم المريض. لو قلت بقى في كل الحاجات ديت مش نافعه اللي هو ما دخليش اي حاجه خالص، هطلع له قلت بقى مسج بوكس دوت شو انتر داتا، دخل لي الداتا. يعني انا لو رايحه اضغط
اضغط على البوتونز دوت من غير ما ادخل اي حاجه هنا خالص، يبقى انا هروح على الانس الاخيره عندي اللي هو البيانات غير صحيحه، ادخل لي داتا صحيحه. وبعد كده بقى بعمل كول للميثود انا كاتباها بره لوحدها هنا، ميثود كلير. كلير دي بقى دايما بثبتها معايا في كل فورمه، اللي انا افضي كل التكست بوكس تاني وكل اي حاجه ده بدخلها اليوزر بالبرنامج بيدخلها يده وبايديه بخليها تبقى فاضيه عندي، عشان بحيث لو هو خلاص بطلع لي ملالي الداتا جريد فيو دلوقتي، بس انا عايزه اعمل سيرش على المريض تاني فبفضيها بقى تلقائي علشان يبدا يعمل سيرش من اول وجديد تاني. ده الجزء اللي المفروض كتبناه جوه شاشه المين فورم. نروح بقى نشوف جوه الداتا بيز ايه الجزء بتاعها، الاستوردات اللي هتدخل جواها. طبعا بنمشي مع استورد استورد من دول ونبدا نكتبه بنفس المين بالظبط، يعني الاسم اللي انا مسمياه هنا المفروض باخده كوبي واروح جوه الداتا بيز واعمل نفس الاسم بالظبط، جيت بيشنت باي الموبايل. نروح بقى على الجزئيه الثانيه المتعلقه بالداتا بيز. بعد ما خلصنا الكود خلاص جوه والديزاين جوه الفيجوال ستوديو، اول حاجه عندي المفروض يكون عندي تيبل للبيشنت يكون فيه كل الداتا بتاعتهم. يبقى هنروح نضغط على الداتا على هنا على اسم البرنامج اللي احنا اسم الداتا بيز اللي احنا عاملينها كانت كلينيك سيستم. هروح على تيبل واضغط على رايت كليك واختار تيبل وابدا افتح تيبل جديد وابدا اكتب اول حاجه عندي الاي دي بتاع التيبل، الاي دي بتاع البيشنت بتاعنا يبقى بيشنت دايما نحاول نعملها دي دوت اي دي، حاجه تدل على اسم التيبل اللي انا شغاله عليه. احنا متفقين دايما الاي دي لازم يكون من نوع انت، ويكون لو نال نشيل تشيك من عليها ونروح طبعا نخليه اوتو انكريمنت يزيد بمعدل تلقائي عندي هنا. شايفين هنا بقلبها واضغط على هنا يس، وطبعا لازم نخلي دوت اول سطر فيه بياخد علامه المفتاح البرايمري كي عشان اقدر بعد كده ان انا اربطه باي تيبل تاني. طبعا انا ماشيه معاكم في الشغل اللي انا كل جدول بحتاجه بدخل اضيفه جوه الداتا بيز لعند ما في الاخر هنلاقي معانا اللي هو الداتا بيز كلها اتجمعت وبدا اعمل الريليشن بتاعتها. بس هو ده علشان احنا بنشرح فكره برنامج اوريدي انا اشتغلته، انما لو انتوا بتشتغلوا برنامج من الاول خالص فلازم تقعدوا بورقه وقلم وترتبوا افكاركم، انا عاوز ايه جوه البرنامج دوت، عاوز جدول للبيشنت جدول للموظفين وهعمل الريليشن ازاي واسحب الريليشن من هنا لهنا ازاي وارتبها وبعد كده ادخل اعمل الداتا بيز. وخلال ما انتوا بتشتغلوا طبعا هتلاقوا كل شويه حاجه بتعدلوها بس جوه الداتا بيز، بس هتكون اشتغلتوها كلها دخلت كل التيبلز بس يعني متوقف بس على شويه تعديلات اثناء، ودي بتبقى الطريقه الصح في الشغل. انما الاستوردات دي بتدخل واحده واحده بقى واحنا بنكتب الاكواد. نكمل مع بعض بقى في الدوت واوريكم التيبل الاصل هو اللي هو البيشنت اي دي من نوع انت وخليته الاو نال اتشال من عليها، وال انا عاوزه النمبر اي دي بيشنت نمبر اي دي اللي هو رقم الهويه ليه وخليتها من نوع ان بار كارد، وطبعا شلت التشيك من عليها عشان انا عايزاها تبقى حاجه اساسيه لما يدخل في الريسبشن ضروري يدخل لي رقم الاقامه بتاعته ولازم يدخل لي الاسم بتاعه، فالحاجات ديت بجبر الريسبشنست وهو بيدخل اللي هو يدخلها لي، فبشيل الاو نال من عليها عشان اجبره اللي هو يدخلها. الموبايل بتبقى اختياري والجنسيه والجوب واللايف ستيتس والحاجات دي كلها بتبقى، والجندر اللي هو النوع سواء ميل او فيميل ده كلها بسيبها حاجات اختياريه في الدخول. وطبعا الحاجات دي كلها بتبقى بناء على العميل اللي طالب منك البرنامج عاوز ايه الداتا اللي تدخل جواه، فبترتب الداتا بيز بناء على كده. كده خلاص عملنا جدول اسمه البيشنت اللي هو بدخل فيه كل الداتا بتاعت البيشنت. نبدا بعد كده نروح على الستورد اللي احنا هنكتبها. طبعا احنا كنا عارفين بنكتب الستورد ازاي، نروح على البروبابيلتي ونفتحها من هنا ونضغط على الستورد هنا ونعمل رايت كليك ستورد ستورد عشان تفتح لي اللي انا ابدا اكتب ستورد جديده. الستورد هنا بروح بشيل كل الجزئيه دي كده خالص واعمل كريت ستورد وابدا اكتب اسم الستورد اللي انا عاوزاه واعمل بقى از ايه، هيبقى از سيلكت ولا از ايه بالظبط على حسب ما هنبدا نعمله. طبعا الجمله اللي احنا هنكتبها دلوقتي هي جمله سيلكت، فالمفروض اللي هي معموله قبل كده هطلعها لكم.
هنا ين دوت عشان بس انا اضغط عليها موديفاي فيطلعها لي بالشكل دوت، انما لما بكون بنعملها لاول مره بنعملها كرييت ستور، دي ما بتبقاش الترا ستور. ايه اول حاجه عندنا عملتها هنا اللي هي جيت بيشنت باي نيم، زي ما انا طلعها لكم بالظبط، جيت بيشنت باي اي دي، اهي جيت بيشنت باي اي دي باي اي دي باي اي دي اهي. كتبنا الستور دوت، طبعا لازم يكون نفس الاسم اللي احنا مدخلينه جوه الفيديو بالظبط، او جيت بيشنت باي اي دي، والنوع المتغير اللي هو بيعتمد بيطلع لي ايه بناء على متغير الوير البي اي دي، البيشنت اي دي بتاعته وبتاعته من نوع انت اهي متغير اهون، واز سيلكت فروم يطلع لي كل الداتا فروم البيشنت الجدول اللي اسمه بيشنت. طبعا لو انتوا عايزين تعرضوا الداتا ما تعرضوش كل الداتا، بتختاروا من جوه التيبل ده انتوا عايزين تعرضوا ايه، ممكن تطلعوا لي الموبايل والنيم والجنسيه الجوب بس، ومش عايزين نكمل الباقي. انما لو عايز تطلع كل جوه الداتا بيس بتعمل كلمه، بتعمل علامه الستار، معناها طلع لي كل اللي جوه الداتا بيس المتعلق بالبيشنت اللي الاي دي بتاعه وليكن واحد، يطلع لك كل اللي جوه الداتا بيس بالاي دي ده. اهو توريكم جبت بيشنت باي اي دي جوه الفيجوال ستوديو هنا، اهي دي باي موبايل اهي. باي نيم هي الاسطول دي اتغير هنا باسم تاني هطلعها لكم، جيت بيشنت، بس هي نفس الاسطول اللي مكتوبه من شويه، بس لازم يكون الاسم مطابق بالظبط، ما ينفعش الاسامي تكون هنا حاجه وجوه السيكوال حاجه تانية، لا اسم الاسطول لازم يكون بالظبط. وكمان غير كده اسم المتغير دوت اللي هو شايفين علامه المتغير، علامه الايميل اللي هو دوت الاف بي سلاش بي اي دي، لازم تكون بالظبط ان هي نفس المتغير اللي انا مدخلاها هنا، ما ينفعش ان انا اغير الاسامي. وطبعا كل الاستوردات اللي مكتوبه بعد كده باي نيم بيبقى المتغير هنا نيم من نوع النيفر كار، وخليها هوير هنا بالنيم، والمتغير ات النيم برضو بيبقى على حسب بقى ايه انا هعمل سيرش بايه، تبقى بنفس الطريقه بالظبط ما فيهاش اي تغيير خالص. كده يبقى احنا خلاص خلصنا جزئيه ازاي انا بعمل سيرش جوه الداتابيس. السيرش دوت اللي هو جوه اللي هو التاني المتعلق بالكوشيتات السابقه زي التاني بالظبط، جمله سيلكت بالظبط بالاي دي او بالنيم او اي حاجه من الاربعه دول، بس الفرق اللي انا بعمل سيلكت جوه تيبل تاني خالص، التيبل اللي هيبقى الطبيب مدخل لي جواه المرض اللي اتشخص للمريض ايه والدواء اللي المريض خده. طبعا ده تيبل تاني بكون مدخلاه جوه الداتابيس عشان اعمل سيرش جواه، واعمل مجرد ما بعمل بايند جوه الداتا جريد فيو بتبدا تاخد برده شكل مختلف خالص اللي هو شكل الداتا اللي طلعت من جوه الداتا دي. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو، استنوني في تكمله الحلقات بقى ان شاء الله. تعملوا طبعا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وترنوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. استنوني الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.